أستاذ محمود، لو راجعنا هذه النقطة بالتحديد، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك ثلاث أطراف وسيطة في المفاوضات حول الوصول إلى صفقة. كانت قبل حوالي شهرين شنت كل الدولة العبرية بإعلامها حملة ضد قطر، وبعد ذلك يعني كانت تسريبات معلومات حول دور قطر في المرحلة السابقة، وكأنه نتنياهو لم يكن مسؤولا عن إدخال 30 مليون دولار شهريا من قطر عبر الشنط يعني الموساد الإسرائيلي بشكل رسمي ويبلغ عنه. بعد ذلك فتحت النار على يعني جمهورية مصر العربية، وهي وسيط أيضا، وسيط نزيه، ولكنه يريد من مصر أن تكون يعني عصا غليظة على الفلسطينيين بدلا من أن يحمي الفلسطينيين. بالتأكيد الدولة المصرية لن تكون في هذا الموقع، وبالتالي بدأت التسريبات والحديث عن موضوع يعني محور فيلادلفيا، من ثم دخول المحور وبدأ الاتهام لمصر بأنها كانت تسمح بتهريب السلاح إلى قطاع غزة، وبالتالي أصبح هو في معاداة أو في موقف متخاصم مع وسطين نزيهين عربيين بتابعوا قضية تبادل الأسرى. بالأمس كان الهجوم الآخر على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر على بايدن، حينما اتهم نتنياهو بأنه لم يبذل الجهود المطلوبة باتجاه عقد الصفقة، ولذلك في داخل الأوساط الإسرائيلية وخاصة في عند الأسرى يعني أهالي الأسرى والمعارضة اعتبروا ذلك هو دعماً لموقفهم تجاه نتنياهو وجزء من الضغط عليه. الآن يعادي كل الوسطاء الثلاثة، يريد الوسطاء يخدمون خطته السياسية وليس أكثر. هلا سؤالك المهم ومركزي، هل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تنسحب من هذه الوساطة؟ أنا بعتقد أنه من الصعب أن تنسحب لسبب أنه هو يتحمل مسؤولية فترة طويلة جدا بداية الحرب حتى نهايتها، ولكن بعد شهر من الآن ستبدأ يعني الانتخابات الأمريكية بشكل تفصيلي ودقيق، ولن تكون الإدارة الأمريكية يعني مستعدة للاستمرار في هذه يعني المفاوضات العبثية، الذي هو يرى تماما ويعرفون تماما أنه دون موافقة نتنياهو لن يتم الوصول إلى صفقة، ويعرفوا تماما بأنه نتنياهو أكثر من مرة نكث بعهده وتراجع وقال شيء وتراجع عنه. ونتنياهو استخدم بلينكن وهو يعني كذراع له في الإدارة الأمريكية، وهو الذي يقود الجناح الذي يدعم إسرائيل بدون مباشرة. لكن هل ممكن تنسحب؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن الإدارة الأمريكية منذ تقريبا أكثر من شهر وهي تتحدث عن مساعي شديدة جدا، وانخرط فيها الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي وإلى آخره، وبالتالي يقول فعلنا كل ما يمكن فعله، وبالتالي لم نستطع لأسباب تتعلق بأنه الطرفين ما بدهم، مش او ممكن يقولوا حتى حماس مش موافقه حتى لا يدينوا اسرائيل، وخاصه انه هو بحاجه الى ما تبقى من اصوات يعني اليهود في امريكا او الدعم المالي لحملته الانتخابيه لنائبته. طيب هاريس، دكتور صبحي، يعني حتى في قيادي في حماس رد على هذه الفرضيه وقال لو انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق الذي لم يتم ربما سنعود الى المربع الاول. يعني هل أصلا ممكن ده يحدث؟ الدكتور محمد المصري يقول ممكن واشنطن تنسحب، لكن قبل أن تناقش انسحابها طب ما تعالى نناقش وجودها. يعني هل كان وجودها مؤثرا؟ هل وجدت لتحل المشكلة أم وجدت لتحفظ أمن إسرائيل؟ وإن كان الأمريكيين غاضبين من نتنياهو، هل ممكن ينسحب أم يبقى؟ وهل يفسر انسحابه على أساس أنه رفع يد الحماية عن إسرائيل أم رفع يد الحماية عن نتنياهو؟ صحيح أستاذ محمود، ويسمح لي طبعا الدكتور محمد، أنا مختلف إلى حد كبير، لأنه أنا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية مستحيل أن تنسحب من هذه المفاوضات، والسبب من وجهة نظري أنا الشخصية أن بقائها في هذه المفاوضات أو إبقائها على عجلة دوران عجلة هذه المفاوضات هو واحد من أهم الدعم الذي قدمته لإسرائيل. بنيامين نتنياهو لديه مسارين، حاول طول الوقت وحافظ طول الوقت أن يبقى متوازيان. الأمر الأول ما يتم على الأرض، وهذا يريد له دائما إسنادا سياسيا وإعلاميا قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى موضوع المفاوضات، أن تكون هناك مفاوضات جارية أيا كانت النتيجة التي ستؤول إليها، وكلما اقتربنا من نتيجة معينة أو نقطة معينة هو بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية يفشل هذه المفاوضات. وقلنا منذ البداية أن بنيامين نتنياهو يعود يتمركز مرة أخرى على المدرسة الإسرائيلية في التفاوض، وهي التفاوض لأجل التفاوض، وأن يصبح التفاوض هو الغاية،
وليس وسيلة، وأن تتفاوض إلى الأمد وأن تتفاوض على كل التفاصيل. هذه هي المدرسة الإسرائيلية التي يوجدها بنيامين نتنياهو، يساعده في ذلك الولايات المتحدة، وكما أشار دكتور محمد المصري بلينكن تحديدا. يعني بلينكن يأتي إلى المنطقة 9 مرات ولا ينجز أي شيء. الولايات المتحدة الأمريكية، بهالة الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة وسيطا أو راعيا لهذه المفاوضات ولا تنجز أي شيء. تقدم مبادرة تتبناها هي ويرفضها بنيامين نتنياهو، وكل الكلام الذي قاله كل الإسرائيليين يقبلوا هذه المبادرة إلا بنيامين نتنياهو، ومع ذلك تقدم كل الدعم لبنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة. إذا انسحبها أتصور أنا وأعتقد أن هذا خسارة غير مقبولة حتى من الجانب الإسرائيلي، وستكون صدمة في الحقيقة ليس للمفاوضات بل لبنيامين نتنياهو. ولنتصور الوضع لو أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت يدها عن هذا الجانب ولم تعد هناك مفاوضات ولا تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيكون الحال بالنسبة لبنيامين نتنياهو على الأقل في مواجهة المجتمع الدولي؟ هو كلما حشر في الزوايا يا أستاذ محمود يقول أن المفاوضات ويحمل حماس ويحمل مصر ويحمل قطر ويحمل كل الأطراف مسؤولية انهيار هذه المفاوضات، وأنه يتفاوض لكي يعيد ويعيد الأمن والسلم وشيء من هذا القبيل. إنما لو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هذه أكبر لطمة توجه إلى بنيامين نتنياهو، ومن ثم أعتقد أنه من المستحيل أن تنسحب الولايات المتحدة. نقطة أخيرة، أن هذه طبعا ورقة تحاول أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هكذا تسريب للضغط على كل الأطراف، سواء بنيامين نتنياهو أو تحديدا الوسطاء وحركة حماس. لاحظ أن بلينكن منذ أسبوعين تقريبا قال أن المفاوضات التي فشلت منذ أسبوع هي الفرصة الأخيرة، وأنا قلت أنه لا توجد فرصة أخيرة وأن هذه ورقة للضغط على الأطراف ليس أكثر من ذلك. هم يقولون الآن أو قالوا منذ يومين أنهم يتبنوا سيتبنوا مبادرة جديدة وأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ودواليك دواليك ندخل ما سميته أنا متاهة التفاصيل، متاهة التفاصيل في كل الأمور التي نتفاوض عليها، وهذا هو ما كل ما يريده بنيامين نتنياهو. شكرك دكتور صبحي أسيلة من القاهرة، دكتور محمد المصري من رام الله، شكرا جزيلا لكما.